أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج ل 1503 حاج، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، من بينهم 684 حاجا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و 819 حالة في فنادق مكة المكرمة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 18 حالة خرجوا جميعا بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة، عدا 3 حالات ما زالت تتلقى الخدمة، مؤكدة المرور اليومي على الحالات المحتجزة في المستشفيات ومتابعة الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد التعافي. كما قدمت بعثة الحج الطبية 343 ندوة توعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين حضرها 11185 حاجا، حيث تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في الأماكن المزدحمة وخلال تأدية المناسك. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا محمد حلمي موفد التلفزيون المصري ضمن البعثة الطبية المصرية للحج. محمد، بعد التحية، طمئنا على حال الحجاج المصريين وأهم الحالات الطبية لديك. بالفعل تحياتي لك أدى من مقر البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة. بعد أن أتمت البعثة الطبية جاهزيتها بتوفير العيادات الطبية بمقر إقامة الحجاج المصريين أينما كانوا، سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، ففي مكة المكرمة هناك 16 عيادة طبية بتخدم الحجاج المصريين، سواء حجاج القرعة الداخلية أو التضامن الاجتماعي أو السياحة، كما أن هناك 5 عيادات بالمدينة المنورة بتخدم الحجاج المصريين. أؤكد لك كما قلت في سياق الخبر، أكثر من 1500 حاجة تم تقديم الخدمة العلاجية لهم وتوفير الأدوية اللازمة، كل هذا يتم بالمجان. أؤكد لك أن العيادات الطبية تعمل على مدار 24 ساعة بمقر إقامة الحجاج المصريين. هناك من ضمن الحالات التي تم اكتشاف حالات مشاكل تنفسية 17 حالة، من بينهم 4 حالات كورونا. نؤكد أن فيروس كورونا أصبح من الفيروسات كان الإنفلونزا الموسمية، وبالتالي ليس هناك أي مشكلة في هذه الحالات، الحالات مستقرة وبيتم متابعتها من خلال فرق الطب التابع للبعثة الطبية الذي يجوب المستشفيات على مدار 24 ساعة، كما أن فرق الطب الوقائي بتقوم بالجولات بين هذه الفنادق المتواجد بها الحجاج المصريين لرصد أي حالة أو مشاكل تنفسية أو نزلات برد، كما أن هناك برامج توعوية وصلت إلى 343 ندوة تثقيفية وتوعوية في كيفية توعية الحجاج الوقاية من الأمراض المعدية، وكذلك كيفية التغذية السليمة وعدم التعرض لضربات الشمس، وكيفية العمل على وقايتهم من العديد من الأمراض والبعد عن الزحام. أؤكد لك أن حجاج مصر بخير، البعثة الطبية هنا تعمل ليل ونهار من خلال كافة الفنادق المتواجد بها الحجاج المصريين. هناك غرفة طوارئ بيتم تحويل الحالات التي تستدعي مستشفيات، وذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية. الحمد لله، يمكن هناك تم عمل آلية جديدة للأطباء المتواجدين في العيادات الطبية من خلال الذكاء الاصطناعي، بيتم من خلال السيستم التعرف على كافة التشخيصات. هناك ملف طبي للحجاج المصريين موجود في هذه العيادات، وبالتالي من خلال الصورة أو الرقم الكود للحاج بيتم التعرف على الأمراض المزمنة التي يعاني منها، وبالتالي بيتم صرف الأدوية التي يحتاجها في مصر. هنا موجودة، ليست أدوية بديلة، هي نفس الأدوية، وبالتالي هناك قبول واستحسان من خلال لقائنا بالعديد من الحجاج المصريين للخدمة العلاجية التي تقدم لضيوف الرحمن. فهنا الشعار بين أعضاء البعثة الطبية: خدمة الحجيج شرف لنا. معك يا أدى. أشكرك شكرا جزيلا محمد حلمي موفد التلفزيون المصري ضمن البعثة الطبية المصرية للحج.